هاي جايز، كيف حالكم؟ أدري من زمان على اليوتيوب، بما إني من زمان فباخذكم أسبوع في حياتي. اليوم الأحد، شو عندي اليوم؟ عندي هير تريتمنت بعد شوي، ساعة بنتين ونص موعدي، وتوقع بس كان أسوي يوغا اليوم. بكرة أتوقع إن عندي سينما ديت. يوم الثلاثاء شو عندي؟ أنا عندي بيزي ويك، فباخذكم معي ونشوف إيش صار الأسبوع. Let's go. شاهي شكله بصير مرة كيوت. ما أحب المطازيز. فين هنا؟ بازدا. أوكي، حار. دورينا سويت لي عشان ما أبربر عليها. يس. طبعا انا عارفة بتجي اسئلة ليش ما تخلطون الباستا كذا، يتشرب الصوص بعدين تصير مكترة، ما ادري شلون، مو بحلو كذا احسن. مين تابعة؟ بس تابعة يا بعد الشاشة وسخة. ما علينا، الحلقة انتهت. على شي ما رايحة امس هذا مرة لذيذ، كأنه حلاوة بقر بس بنفس الوقت هذا شيء كرنشي وافل. عندي كورس عن الفيزيبيليتي ستاديز، طبعا ما وريتكم الزوم لأن في ناس طالعين، بس من زمان على الأشياء الصباحية الساعة 10:15، كورس بادي من الساعة 9. ما بعد أفطرت، ما لي خلق أكل، شربت موية، تخلص مويتي، إذا خلصت مويتي بروح أسوي لي أكل، خلصت مويتي بروح أسوي الفطور. شفت على تيك توك، خليني أوريكم دقيقة وينها. تعرفين هذه البنت اللي تسوي 100 healthy meal؟ شيء في بيض بس ما قدها. هذه ما قد اكلت بيض مسلوق، مو مرة احبه، بس يلا نجرب. لورينا تقول ما تستخدمون موية حارة، تستخدمون موية باردة، لاني ما قد سلكت بيض فما اعرف. Good tip. سوي شاهي على ما نخلص. كم ينجز البيض؟ اتوقع ربع ساعة. حار. هلا. اهلا. تقول تسعيرة ال شو اسمه؟ قلت انت في الرياض، انا قلت لك انا بقول لك يعني اللي عندنا، احنا في الرياض عندنا كذا كذا كذا. هو يبي فيتا بس ما عندنا فيتا، فحطيت واحده كيري وواحده وملعقه فلفل. طيب ما عرفت اسلق البيض. ما قلت لك بس اروح اقوم وناظر ذي. ايش تتوقعين؟ يوم تتحمس الخبزه. ايلاند زي كذا كنت مصورة vertical. حلوة. صار ايس تي بستايل. بحطيت على شعري
مرة جالسة أحاول أهتم بشعري ذي الفترة، وتقريبا في رمضان شفت واحدة هندية جالسة تحط زيت لبنتها. المهم أنه عجبتني الخلطة اللي هي مسويتها، فصرت أسوي زيها الزيت كذا، تخلط أشياء مرة مرة كثيرة وتخليها في الزيت لمدة 4 أيام أو 5 أيام، بعدين تشخم الزيت وتستخدمه. يعني ريحته مو مرة حلوة to be honest، بس يعني الله ينفع به. أحطه في هذه العلبة عشان أستخدمه أسهل لي زي السيرم، وبعدين أستخدم هذه مساج. حب أسوي قبل، حس يدي تهتز يدي تهتز. سويت جلدولة وغسلت يديني من زيت. اللي ضحك في الموضوع أمي ما تشم وشمت الريحة مش حاطة في شعرك. اليوم برضو فيه شو اسمه دورة بتخلص الخميس هي، ففي الويك ياي. المهم ساعة 2 دورة نخلص، أبغى أروح أسوي أظافري لأن أمي قررت أن بنمشي بكرة بدل ما كنا بنمشي الخميس. معزومين مو معزومين، يعني شلون أقول لكم، أمي بتروح تزور وقالت بتروحين معي، ف بروح ألبس عشان أروح مع أمي، بس بعدين بطلعيني ما راح أطول. غرفة ملابسي حوزة بعد كالعادة، في ناس يحسبون حياتي مرة مرتبة بس أنا جدا فوضوية. المهم علينا، وش ألبس؟ سؤال لو أسأل أمي ذا السؤال تدرون شو بتقول؟ جلت هلبس. في حد أمي تقول كذا ولا بس أنا؟ أي وشو ذا طقني؟ عن ذا البينك سواقنا جاب لي من الهند لما سافر، طبعا يعني على قولة أمي القط يحب خناقة دايما تهاوش أنا وياه، بس أنا الوحيدة اللي جاب لي هدية. دقيقة أوريكم إياه. كيوت يعني مو بجوي، بس كيوت انه جاي لي هدية. شوفوا معلقته في الدولاب، احسب يلبس بنطلون وسيع وتي شيرت، يعني يبقى زي ما عزيمة عرفتوا كذا. بنزور ممكن ما افسخ عباتي اصلا، فكرة رائعة، ماني فاسخ عباتي. غيرت رأيي، بس شيء مرة بيسك، بنطلون اسود، جزمة بيضة حرير، بلبس جزمتي ذي الجزمة، دايما أقول برميها من كثر ما هي يعني عانت، بس مرة مريحة. بس نشوفها من هنا شوي متقطعة، بس يعني do I care؟ I don't. يلا نروح غرفة ثانية. ياي، هذا سميد بس مو بمقرمش زي حق الأتراك، لا مرة ملين. ممكن أوريكم زرينا. I love you. Thank you for making it. ها؟ لا يكفي. لذيذ. الوقف ما كنت شاركت انا في ذا الوقف اللي هنا، الوقف حق احسان ما نلقى فيه. وريجت بس الوقف وشو ما ادري هو في وقف اول مره ادري. اكتبي هنا عشان في البحث مين قال لك في وقف تو تقوله، فقلت عشان كذا وش اللي ما قد لقيت مره سريع. لا وقف. لا في اوكي معلومه طاير في وقف فتن الهندي. طبعاً أنا قرصتني نانسا، أمي قررت تحط عليه عشان ما يوخر مكياج، بس عشان تروح الحتة تخف. ما حطيت ميك اب على جبهتي. لا قرصات؟ لا تخاف يقرص عيوني. لا ما راح ما نزل ايش قرص. كالعادة متأخرة.
ما أدري إيش كنت أقول لأن ليان دقت علي، بس وين السينما في النخيل؟ أنا أذكرها كانت هنا، بس أتوقع أنها غلط علي وأنها في الإكستنشن حقهم. ودخلت من هنا لأني مرة ذكية، فلذلك شلون أروح؟ نشوف هنا إكسيت. أوكي. مهم علينا، يبدو لي إني عكست الطريق، بس it's fine. جالسة تمطر. ماك شيء. أوكي. الإكستنشن حتى مو بهنا. وأنا فيه. سؤال، أنا ليش ما سمعت كلام أمي وجيت مع السواق؟ أستاهل. واو، طبعاً ثيم تشيز. هذه يارا قالت انه مرة حلو عشان اني تاند شوي، فابغى اجرب شيء جديد. المهم ما في تيسترز الا 190، ما في 190 اصلا هنا، 190 اكسترا يعني وارم، فاخذت 170 و 200 لان ليش لا. I want coffee. Hi, good evening. How are you? I want black coffee if you have. Small. تبين شيء؟ What kind of beans do you use? No. Costa Rica? Yeah. You don't have any Colombian? No. But if you're gonna take the ice 360, then you can take the Colombian. No, then it's hot. Hot? Yeah. You want hot? Yes. We have also hot V60. I don't have time to wait for V60, you know. Try the Costa Rica hot. Yeah. I'll try. Thank you. احتكيت مع ليان سوي حاجبها. طيب طبعا هذا المحل قد جيناه مرة وكان اليوم الأحد ومسكر. هذا مطعم شفته في تيك توك، في واحد نزل عنه شكله مرة يحمس. Let's see. أنا ذوق لانتيهم يعني. جات ليان وبروح البيت وما كان وراي شنطة وش اسمه أغراض وفستان، أتوقع فستان يبي له كوي، so that's nice. سويت لي ماتشا، طبعا دورينا مصورتني وأنا أسويها، كمية الجادجمنت في عيونها وهي تصورني مو طبيعية. تنقد. إيه مرة كنا عجوز عرفتوا كذا جدة مع أنها صغيرة، بس يعني whatever. الطريق بنروح الشرقية، وين اسمه كم بقينا؟ تونا ما بطلعنا يعني 390 كود. نزلنا نصلي، امي جايبة سجادتها معها. طبعا ما يحتاج اقول لكم ان امي قالت خاف انهم حاطين لنا شبو فيه. ما يمدينا نركب ندخل. مديت تنزلين ياي وصلنا. احس اني ادبل من الرطوبة. امي بتروح تزور، طيب فتبي تاخذ شيء معاها، شوكليت ويعني كذا عود ولا واتيفر للحرمة اللي بتروح لها، ما ادري وش تقرب لها. Anyhow تغدينا، فقلت لها خلاص طب طلع مكان عشان نروح. قلت انا شايفه احنا نمشي، امشي هنا امشي بنلقى، وندور 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 يمكن نص ساعه احنا ندور جالسين ندور المكان اللي هي كوتيشن شافته. طبعا عصبت انا، قلت لها يعني تكنولوجيا صديقك، ابحثي. خلاص طيب ببحث، وقفي. طب ليش اوقف؟ انا اللي اسوق. انا اللي اسوق. طيب ليش انا اللي اوقف عشان هي تبحث؟ ما ادري. المهم انا الحين نزلت امي تجيب لها اللي هي تبي، ما ادري وشو ذا حق عود.
تقريبا قالت لي ماما انزلي عشان تشمين عطر، كأنها ما تشم لذلك. أمي كان مفروض تروح تشوف واحدة، طيب ركزوا على كلمة واحدة. بعدين ما أدري من كلمت وطلع بنتهم والدة بتروح أمي شو يسمونه ذا استقبال. أبي أروح استقبال. ماما افتحي لي. رضخت الأمي وبروح بس ما معي لبس. قبل بس عباتي. هذا الكحلي. فستان عباية. ها؟ هذا الكحلي حلوة. عادي عبايتي إيش فيها؟ عبايتي السوداء. لا لينن. زرقاء. لا خذي ذي أكشخ. مسكين. بس انت جايبه طرحه امي وخالتي طلعوا بس اسرع اوتفيت تشيك ستان عبايه وعبايتي الكشخه افترض طبعا هذه عبايتي بس امي سرقتها فصارت امي تلبسها بعدين سويت رفعت شعري بشباصه كانه مره منتفش كنت حاطه في بالي اني بروح ازور ناس anyways بس والله شوف حاسه ميك اب اصور للفلوج في براند كانت تبغى ترسل لي اشياء للرياض وقلت لها انا مسافره الحين فخليني اذا رجعت ارسلت لك العنوان وما ادري ايش المهم ما ادري ايش قلت لها قلت لها انا في الشرقيه طلعت هي في الشرقيه فجابت لي اياها الاوتيل تسهيل اليوم الثاني توتال كم الايام ما ادري المهم امي ما قد شافت اثراء فقلت يلا خلينا نروح اثراء تشوفينا بس شوفها من برا ما قد شافتها من جوا فهوبفلي انهم يدخلونا ما يحتاج مواعيد وي ويل سي دخلنا الميوزيم طبعا الميوزيم زي الممر كذا نازل تدورون لولبي هذه ماما بعدين لو لبي في كذا المداخل فيها أشياء واو شوفوا برنزل هذا كله يعني I think وما خلنا ندخل هذا from earth يا أمونات يا ترايبيولات أتخيلها شوفي إذا مقطوع كلنا والله اني بطلة بسم بالله اني فظيعة طبعا صار ما ادري وش ذي ترابلات بس انا فصلت الشكل لمن عظمة الساق هذه اصبر دقيقة يلا لمن عظمة اول شيء الفيل لا الثعبان لا السلحفة انا احس الفيل يا اخي ماما اف الفيل عظمته ذي يا نورة يمكن عظمه شيء صغير اي عظمه ما في عظمه تجي بهالشكل مفصل يعني روح الواحد بنفس قواته خالتي رسامة وتاركة لوحاتها في الشرقية عند محل أنا ما أدري شلون جابت المحل ذا عشان تحط لوحاتها عندها جابها ما في محلات في الرياض هو قالها أبغى آخذ لوحات وقالت له طيب المهم ما علينا فبنروح ناخذ المتبقي من لوحاتها لأن خلص الاشتراك حقه إن شاء الله فاتح بس مكتوب مفتوح ما يخلق أنزل كثير اللوحات لا لا هو يجيب حبنا جي من جوجل بعدين ال على طول اي توقع او جيلين لا جيل هذا جيلاتو كم مكتوب مفتوح مفتوح ارجع كذا
مفتوح يلا على الساعة 12 صباحا يلا اوكي 3 كيلو let's go. تدرين بعض الأحيان ودي أصور كذا وانتي تسوقين بعدين أوريت التصوير سواقتك عشان تشوفين هل ردة فعلي طبيعية. أنت طبيعية أنا اللي ماني طبيعية أنا ما أنكر أنا عارفة أنا قلت لك ليش أبغى أنا أسوق لأني أنا ذي الإنسان اللي أنا أركب معه أنا ما قلت لك إني أنا طبيعي ولا سواقتك من منزينها بعد مغرت نتعين مغرت نتعين أنا قايلة تسوار لا تنكي طكتني أمي والله أنت تنتعين أنت لين السيارة ما أعرف لها بنزل حقها رجلت حارة لا مين حارة رجلي هاي معصي أقول لك كذا صح نلف يمين مات البنزين هذه غير بنزين سيارتي مو بنزين قصص الدعسة دعسة يعني ايه طب الواحد يتأقلم مسكتي امس يتأقلم حبيبي. امس ما مسكت خط واني كل شوي اضرب بنزين مغرت نتعين في الخط ما قلنا شيء ترى لا تذب تذب والله اني تذوب وش ذا الزين ايش ناظر لي كل قلة اللي ادورها انا تذكرين شوفي انا انظر للديكورات بنظرة المصممة الازياء شفتي هندول الحلقات كنها ترتر اللي بحطها على الجلابيات لا بس حلو يعني احس حق اتنا اللي في الرياض لان هذا مانجو جوزان مره الذ ماما اخذت دارك قال له دارك ما هو بلم الدارك اي فاتح مره طلبنا بيتزا عشان ناكل ما في كاسات ف اي واحد اقول هذا لان فستانها عنابي عشان هذا انا البسه انا مرات مو باين شيء باين ذا بس مو باين من شيء المهم علينا خالتي كاميرا شاي هذا اللي شريتهم اول جربهم طبعا ما ادري ربط الشيت هنجرب الحين اخذت 170 و200 لاني ما ادري وش الشيت حقتي كميه ازعاج لا تربطين لنفسك اجلسي انت كتفتي عورت اصلا عندك هذه كليبس بعد احسن تنزلين انت الحين البسيها لا لا ولا حطي فان لسه ما بعد قررت قرري طيب هذا نورا ما معك الكليبس الحديد مش كلبس حديد ذاك مع بلاستيك جيبي اعطيني عشان بس اثبت هذا ما يبين هذه هذه ايه اعطيني اياها بس لا تعصرين يدك المهم واحد فاتح واحد غامق سو بندمجهن طبعا اللي تسوي شعر امي مره معصبه من امي لأنها جابت العيد بشعرها أصلا هي جاية يعني ما جابت أشياء خالتي برضو تحوز في الطقم ما أدري إيش تلبس حلو ستان أمي دوري دينا برمي طبعا امي اكتشفت ان في جيوب هي اللي مسويته طبعا
عن الأوتيل، ما في مدخل من جوا، لازم تدخلوا من برا. ف ويو ليتني الحقيقه اني بوصلت، اصبري بس، لا حقيقه ولا لا، فسخيها ايه فرشه، اصبر عشان بجلس على الارض بعد تجلس على الارض ما اقدر.